بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بحث رابر دومان لبارەی تەرەفەینی تەشبیهەوە بوو، کە بەحسی ئەومانە کرد کە وتمان دوو تەرەفی تەشبیه یا ئەوەتە هەردووکیان حیسی ئەبن یا هەردووکیان عەقلی ئەبن، یا موشەبەه حیسی ئەبێ و موشەبەهم بیهی عەقلی ئەبێ، یا بە پێچەوانەوە موشەبەهەکەمان عەقلی ئەبێ و موشەبەهم بیهیەکە حیسی ئەبێ. ئەو چوار ئیحتیماڵە هاتە بەرەوە بەحسمان کرد، بەڵام لە خیلالی بەحسی ڕابردووە ئێمە وتومانە کە موشەبەه و موشەبەهم بیهی دوو دانە وەسیلەی دەرکیان هەیە، یا بە قووەی عاقیلە دەرکەکرێن یا بە حیس. ئیتر شتەیەکی تر نییە کە موشەبەه و موشەبەهم بیهیان پێدەرکرێ وا فەهمەکرێ. لە حاڵێکە ئێمە جگە لە حیس و جگە لە قووەی عاقیلە، خیال و وەهم و وجدانیشمان هەیە بۆ دەرکی موشەبەه و موشەبەهم بیهی، کەواتە مەسەل ئەکرێ موشەبەهم بیهی خەیاڵی بن، وەهمی بن، وجدانی بن، ئەقسامی تر متەعەدید زۆرە بێ لەیوە ئەگەر ئێمە ئەوانیش بێنینە ئاراوە. کەچی ئێمە ئاماژەیەکمان بەوانە نەکرد، جا لێرە بەدواوە گەرەکێتی جۆرێک بەحسەکە دامەزرێنێکە تەعمیمی ئەوانەش بدا، یعنی ئەوانەش تێوە گلێنیە لە هەر لەو دووق مەسەر، چون یەکێک لە ئەوانەی کەمە ئەو شتانەی کەمە بەستی مؤلفین و نووسەرانە ئەوانە کە کتێب نووسن و لە بواری عیلمیا کارەکەن ئەیانوێت تەقلیلی ئەقسام کەن، یعنی مەسەن بە جۆرێک بێ کە شتەکانەوەی کە دابەشەکەن تەقسیماتی کەم بێ بۆ ئەوەی کە باشتر لە بواری تەعلیم و تەعلم، یعنی لە بواری فێرکاریە باشتر کەڵکی لێوەرگیرێەوە، باشتر هەزم ببێ بۆ دانش ئاموس. جا لێرە باسی ئەواکە، بەڵام پێش ئەوەی کە باسی ئەوە بێنێتە ئاراوە، لەبەرەوەی کە باسی خیال و وەهم و وجدانەکە لێرە پێویستە بەحسێکمان بێجا ئەو خەیاڵ و وەهم و عەقل و ئەوانە لە بەحسی ئەوەدا، لە بەحسی وصل فصل وصلة، لباسي فصل وصلة آخر فصل فصل وصل بو ارتباطي دو جملة بكارة بإصلاحك، بو ارتباطي دو جملة كديارة أقر جملة دو جملة بو سريق عطف كرينوا أو بو ارتباط بو عطف ربطة أو تري وصل، أقر عطف نكرينوا بو سريق المانع لموانع عطف ببيع شاك فيلن فصل. جا دیارە وەختێک کە دوو جملە عەتفەکەینەوە بۆ سەریەک، یعنی وەصل لە بەینیانایە، دەبێ مەعمولەن پێویستیان بە تەقارون هەیە. جایە تەقارونەکە لە عەقلا بێ یا لە خیالا بێ یا لە وەهما بێ، ئەوانە هەندێکی ئەنواعێکی لێ بێتەوە باتەوە جوو لە باسی ئەو شتانەکە پێویستە، چون مؤلفینی ئەو کتێبانە زیاتر لەو شوێنانە دوای قولی حکەما کەوتون کە بەحسی قووەی عاقیلە و قووەی واهیمە و قووەی خیالیان کردووە. دو سووقی لێرە ئاماژەیەک بەو شتانە ئەکا، منیش حەزەکەم دەرسی ئەمڕۆمان ببێتە خۆلاسەیەک لەوە، ئەتە من ئەوە نەبێ کە هەرچی لەو دو سووقیەکە گشتی بێژم، بەڵام بۆ ئاشنایەتی بەو مەوزوعە پێویستە ئەوە باسکەین. لێرەدا ئەفەرمێ قووەی عاقیلە چییە؟ یعنی بینا لەسەر زەعمی حکەما. قووەی عاقیلە ئەڵێ قووەتن قائیمەتن بالنەفسی ئەو بالقەلبی تدریک الکلیاتی والجزئیاتی المجەڕەدەتە عن عوارض المادەتی المەعروڵەتی لصوەری و عن الأبعادی کەتولی والعەڕی والعمقی. بەڵا ئێمە خۆلاسەکەی ئەڵێن قووەی عاقیلە، یانی وزەی ئاوەز، وزەی ئاوەزمەند، یعنی ئەو وزە و نیروە کە لە
ناخي إنسانا وآوزمندا وزي آوزمندي وزيك كراوستاو بنفسه يعني بناخي إنسانا يابلين بقلبه كأمو زيك لناخي إنسانا جيجيرا تدرك الكليات يجن دركي كلياتك يا دركي جزئياتك كشبيه بكليات بك الإوائله جاء مناتش لناخي أو جزئياتنا بالحال إما ألين قوي عاقلتي وزيك نيرويك باشا نيرويك ك بنفس والراوستاوى جيرو بنا قائمة يعني قيامها يا بوا جيرو بنا راوستاوى بنفسه يعني بخده وبوشتيك مثلا إنساني واقعي أي سكانينية الله ما هي كي الله هي خومة أو خومة بعربية كفي على النفس شاكا بو خوميتي وويساوا شاكا ك يا بقلب وويساوا دركي كلياتك اما بلنشيا ام قوي عاقليه وتوش يعني ام قوي عاقليه داري خزانه وكبرنا غير عقل شتيكي زاني ودركي كر اي خاطه خزانه كبو خزانه الانشي الان عقلي فيال ما عقلي فيال عقلي بريجنه برجعني بسرا كالن مدبر بو فلكي قمري تما فلكي قمر لقل ام دروني انسان شبي وندي كي هيا اما ايت خوشتي كي جوازه يا زياتر يا من بس من او دانين يا ك او قوي عقلي بو شويه اوانو تيانه بلام ايما زياتر ما بس من او يا ك او قواني تر بزين قوه كان كلير دا بحثي لي اكا لأساسا چوار دانن اواني كلا حكما هيا چوار دانن چواركا قوي واهمية قوي عقلية قوي حسي مشتركة قوي مفكرة ام چوارية ولي امانوش داري خزينن لبروي اتن ام جارة حواسي باطني امانا حواسي باطنيان بيالي حواسي باطني زورة بي كديار او قوي عاقله ما تعريف كرد ام جاربين السر قوي واهمه بحثي قوي واهمه بكين بالي واما الوهميه وهميك فهي القوه المدركه للمعاني الجزئيه الموجوده بشرط ان تكون تلك المدركات الجزئيه لا تتاتى الى مدركها من طريق الحواس قوي واهمة نيرويك هزيك كأم هزا مدريكية يعني دارك كنندية بو معاني جزئية يعني معناي كلي دارقناك داركي معاني جزئية بلام چه معنى جزئية اويك موجودة معاني جزئية كموجودة داركي اواناك ولي بشرتي بشرتي ان تكون تلك المدركات الجزئية لا تتأتى إلى مدركها يا إلى مدركها من طريق الحواس إلى مدركها بوشرتك أم مدركات جزئية باشا نيب ولا مدركك يعني أو قوة لطريق حواس ناتوي يعني لطريق حواس وبتشاو بجوي أبوانا دركي نكردوي بوشرت إدراكي أو جزئياتنا أبيت وهمي فهي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة ولب بشرط أن تكون تلك المدركات الجزئية لا تتأتى إلى مدركها من طريق الحواس مثالي بودينتو وق صداقة زيد عداوة بكر آخر أخ صداقة زيد وصايتي لقل أوا تو بيريكي لي أكيتو ديت زهن دجمناتي لقل بكر يعني لقل هركسي تر أو دجمناتي صداقة وصايتي خب عداوة دجمناتي أوانا دين ذهني إنسانا بلام للرقية حواسونية يعني صداقة شتيني تو بي بيني عبي بي سياتي متواجبين بيكي الحواس قابلي درق به كواتت مشاك أوي كدركي جابوية إزافية كابولا زيت شن صداقة أقرب كلي به أبيت عقلي عقل دركي ولا صداقتي مزاف بولا زيت كصداقتي جزئية عداوتي مزاف بولا بكر كجزئية أما قوي واهمة دركي كواتا قوي واهمة شيا أو زيا
يعني او هيزيه كدرك معاني جزئيهك معاني جزئيه موجودهك ولي بشرط يدركي اكا باشا بشرط بو معاني جزئيه علينا من مدركي وهما اجر مثلا للرقي حواس ورجيلابه شن اجل للرقي حواس ورجيلابه اوهته اوخته هي قويه كترا وكل دوايا باسي لاكين ام جارة وكو دوبارا وإدراك الشاتي إذا الذئب مثلا مثلا مر أزيتي قرق دركك أو أزيتي خو مر أخرينية أو وجبة واهيمية دركي على الريح واسونية لبروية وتو أنا بهائم وهميان هيا كبو وهما دركي شتي بي أكن كدرك ريك واهيمي عن هيا بحسي عن هيا باش أم هيزا يعني أم وهمية كالرأي من القوي وهمية على كواه لكواي سرايا ها بسر ولا مل بروجورة ولها لكوا على تلك القوة ومحل تلك القوة جيغي أم هي زأم وزيا أول التجويف الآخر من الدماغ من جهة القفا تجويف تجويف يعني خاليقة حالبي خاليقة أم لقفا وكأجر آوا بيابي لبشتي سروا لبشتي سرا تجويف يكي آوائتي آي خاليقه يك وكوبلي نوالا مركز نوك جعبة تقسيم برق متواجبين جا ديارة او تجويفي شا كتو دواردي ناو تجويفك بي اول و آخري امسر و اوزري هيا لتلكام ترفو قرار اقري سي تجويف دو اي باسي انك تجويفي آخر و تجبيه وسط و تجويفي اول محلي او قويا سرتاي تجويفي اخرة لدماغة لكن اخر لدماغة حسابك لكن لجهتي قفاء حسابك بوشي شنك اوانا لين لدماغة سيدان تجاويف هيا تجاويف جمع تجويف يعني سي تجويف لدماغة هيا يعني آلي رو لم پشتي لوتا ولم ناوچا ولم پیشا سروا حتاوكو بسر سرا ارواتو بو پشتمل وتوانا سي تجويفي تيايا شون يعني تشخيص دايته وخويا نزانا باشا يعني سي بطن سي سكيتيا وكسقوايا يكي كان لمقدمي دماغايا لسنتاوي لبروية او يتريان لمؤخريا لبشتي دماغويا كدماغ آلي لو دس بي أكابو آئيرا بو بشتي سر يعني دماغ يساواني يبلي دماغ هرلوتا هرليروا بلكو ليروا دس بي أكا أما بيواندي هيا هتاوكو أجيتوا بو بشتي سر باشا دروس أو وأخرى في وسطه يكي كان لوسط دماغ قرار قريب جاء أوان زعم ينوايا حكما علين وهمك قائم بأول تجويف آخرة متواجبي ولي مهم أويا أواش بزاني كأم قوة وهمية خزانيكي هي بخزانك علين ذاكرة يان حافظة دوناوي هي ذاكرة بي علين حافظيش بي علين شون او باش او ذاكره يا كخزانه قوي واهمه هالكوا اويش قائمه بمؤخر تجويف الوهم هر تجويف وهم كانيه برين لاولك يا كوارد اوي وهمي تيايا تجويفك لو سرك يا خزانه كي تيايا وكو بري لمسر مثلا اساقر ام برين ام تجويف لبشتي سرمانو برين ام بشتي سرمانه توبرين لدماغ وعالم مثلا آلي روى سلكوي أشي وآيرا باشا أعواك أقيشتي بآخر تجويفك أقيب أولي تجويفك وهم لأولك آياتي ذاكري لو سلكويتي أم وهما أقر يكي لو جزئياتي دار كرد لدوايا لنا وهمان ما أيواتنا وذاكرة وحافظه بوية لدوايا أقر مثلا اشتيك بإنسان بيري ليكاتوك وبوي بقر روايا تابلي بيدو زيتو متواجبين؟ درست أم جارة مثلا فإذا أدركت محبة زيد بالي وعداوة أو عداوة عمري أو تدرك كان ذلك الإدراك بالقوة الواهمة أو بقوة واهمة دركك فإذا غفلت عن ذلك اللي غافل بي لبيرجو خنا ناروة كان مخزونا في خزانتها خزن بوليوة لخزانة الخيال ما وتوى كوهي الحافظة جاء أمجال فترجع تلك القوة إليه عند المراجعة أو قوة واهمة لكاتكاك وكوها قوة من بيري ليبكينو أو قوة واهمة لحافظة الله بيكاك حافظة دوباره بيباتو
يجي من بأمانة لا يتودام ناتوش بين برو متوجبي تا إيسا جغل لقوة عقلية ما أشنا بن بدو قوة إيه كان واهمة إيه كان حافظة باشا أما أو أي حسي مشترك شكاريا لتشوارك ديار إيمان لتشوار سلتايك كعلي تشوارن جغل لخزانة كانيا باشا حسي مشترك أما الحس المشترك أوشيا فهو القوة التي تتأدى أي تصل إلى الصور المحسوسة الجزئية من الحواس الظاهرة شاكا أم حسي مشترك فرقكي لقل أم جهد دركي جزئياتك بل أم دركي جزئيات للريقي حواسك ولواهمة شاكا لغير الريقي حواسك ولواهمتي مثلا بشرط أن تكون تلك الجزئية تلك المدركات الجزئية لا تتأدى إلى مدركها من طريق الحواس هاي سمت واجبوا فاز بحسة مشتركة أو معلومة بين أو زي أو هي زيك باش دز رسي بياءك بصوري محسوسة يعني بو صورة شكلانيك هستيان بيأكريك جزئيشن جالكو دز رسيان بيأكا ولا من الحواس ظاهرة للرقي حواس ظاهرة فتدركها دي أمر دركي أو صورة محسوساك جاء صورة محسوسة كان لازم ناكا هر بچاو درك كري أويك مبصر بي ببصر أويك مسموع بي بسمع أو أويك مشموم بي بشم وهي أملك وعي بزاني ولا أم قائمة يعني أو حسي مشتركة بأول التجويف الأول من الدماغ من جهة الجبهة نية لجهة أعمى جبهة قوة كليرا يليرا وكدس بيئكا يعني تجويفك بلين أولي دائرك أولي تخاليك قائمة بأولي وبولاي دماغه يعني بلود نزيكتره باشا أو أوج ليواري يعني جيك أوج أو تجويف أولي لجهة تبالغ ويعنون بالصور المدركة بهذه القوة ما يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة ولو كان مسموعا كصورة زيد المدركة بالبصر أو كان من يتبالغ وعنوان بياك يعني أم حسي مشتركة بو صورتاني كدركي أكا بو صورتاني كخابري دركن بم قوة وهيزة يعني ما دام هرشي كإمكان ببي دركري بحواسي ظاهرة تؤتواني بحسي مشترك دركي كي أما أو أم جال أي خزاني حسي مشترك شي باشا ولا وخزانة الحس المشتركي الخيال يعني خزاني حسي مشترك شواني باشا كون وتحسي مشترك اگر شتيكي تحويل ده تحويل خيال يده خيال شكاري وهو قوة قائمة بآخر تجويف الحس المشترك خيال بريتية لنيروية لهزي لو زيك كبي راوستا وجيرو بنبوا بآخر تجويف حسي مشترك يعني او تجويفك حسي مشترك تيايا حسي مشترك لأولك آياتي يعني لم بريوياتي ولي خيالك كخزينك يتي أكاد أو برقي متواجبين؟ جاء أمجال عليه لم قوانيا أو صورة كأقر حسي مشترك دركي كردغا كلا حسي مشترك غائبه ليوامينيت وشيت أيوة مثلا فإذا نظرت لزيدين أقر توسرنجيكي زيد بدي أدركت صورته بالبصري أخر رأيك نيا كابرايك بيني بو باردو ما أبينتو ها أي ناسي أو صورتك إلا زين تهلا قرتي أبوه متواجبين ببصر وتتأتى تلك الصورة للحس المشترك أم صورة كتو مثلا بتشاور قرتي أشي أبو حسي مشترك لو خزيناها وقبيني تعلبو موايا دي فيدركها أمر حسي مشترك ذلك يكا فإذا ما غفلت عنها يا ما غفلت عنها أقرتو غافل بلو صورة ولا بيرشوه كانت مخزونة في الخيال أولا خيال خزينة كريالة ليرجع الحس إليها تاوكو حسة مشتركة مراجعي بيبكى عند مراجعتها باشا بويا على الحسي مشترك شنك لبياني لبيني حواسي ظاهرة وحواسي باطنة مشتركة هربو جوري مثلا تو هغمين الششت به فيما إذا ذقت عسلا مثلا أو لمست شيئا دست دابي لشتيه نرمي يا زبري هرشي أو سمعت صوتا دميك بيست به فالحواس ظاهرته أو حواس ظاهرة كانوا مثلا قوي لامس وقوي ذائق وأمانة كالطريق الموصلة إليه وكل ريقي يشتن بحسي مشترك أما أو
هذه سبب شيء شيء عشنا بوين بقوة عاقلة أما توت من خزينة قوة عاقلة عقلي فياضة فقال هؤلاء الابزارين كافية أو واردنا وتفصيلات ناوي قوة عاقلة عقلي فياض قوة واهمة قوة حافظة كخزانة واهمة بو. حسي مشترك خيال يعني القوة الخيالية كأوجبة خزانة بو حسي مشترك أمر أي مفكرة شيء وأما المفكرة فهي قوة في التجويف المتوسط بين الخزانتين تجالبا مفكرة نيرويك لتجويفنا والرأسك آية جال بين دو خزانة آية شن أم تجويف أولا أو سلك خزانة حسي مشتركة كبالا بتجويفنا والرأسه شن آخري تجويفه وبالا بتجويفنا والرأسه أو أختي أو سلكشي مثلا كوتمان لهي آخر شيء تيابو قوي واهمي تيابو خزانة حافظه لوا قراري قلو جا خزانة كي بس أقل لجهة قفا وحساوي كي خزانة كي لآخري تجويفك ويا دي خزاني حسي مشتركي لآخري تجويفك ويا فاز أمدو تجويفة أم يان لمش مثلا لا يكي تجويفك بلين خوان خزانة كان يان كوتوت لا يكو يعني لترفي لا يكون أو قوة مفكرة يكالناو تجويف دو وسط قراري قرتوا أكيد تبين أدو خزانة أيسا متوجبون تتصرف في صور الخيالية قوة مفكرة تصرفك على صورة خيالية كان وهروها وفي المعاني الجزئية الوهمية لمعاني جزئية وهمية كان لأشعر هنا تصرفك وفي المعاني أما كافية ولا كلية أما كلية العقلية كواتا هم تصرف لمدركات حسي مشترك كحسي مشترك تحمل خيالي دارا هم تصرف لمعاني جزئية قوي واهمة كأوش تحمل حافظة دارا لو تصرف ينتهاك وهم تصرف شكالة شيء لمعاني كلية معاني كلية عقلية وأتهم لمدركات عقله هم لمدركات وهمه هم لمدركات خياله تصرفك قوة مفكرة متواجبين وهي دائما أو قوة مفكرة لا تسكن قد ساكن به يقظة ولا مناما شتو خوليك وتبيا خوربي أو أركاري خويك وإذا حكمت بين تلك الصور باش وتلك المعاني فإن كان نا وإذا هالوعي أجر تو حكم كيل بين أم صورة أم معنى يا ندى فإن كان حكمها بواسطة العقل حكمت خوينرو وإذا حكمت أجر حكم كيل بين أم صورة أو معنى أجر حكم كيل بواسطة عقله كان ذلك الحكم صوابا في الغالب حكم كيل بالصواب درجة وذلك بأن تصرفها في الأمور الكلية يعني تصرف كيل أمور كلية بوكاته وإن كان حكمها بواسطة الوهم بأن كان تصرفها في معاني جزئية باشا وبواسطة الخيال بأن كان تصرفها في صور جزئية كان ذلك الحكم كاذبا في الغالب أمر ياك دروس درشي فالأول وعقلك كالحكم على زيد بالإنسانية معاني كل زيد إنسان هو دروسته والثاني كالحكم على أن زيد عدوه كابرايا وتصورك كزيد مثلا دجمنية لأخوه وسالتك الحكم بأن الرأس الحماري سالسك كابتة خياليك سريك ثابتة على جثة الإنسان مثلا جثة الإنسان ثابتة وبعكسه مثلا أمانة جاء وقت باري كواتا أما بيار المفكرة لحقيقتها برام أقر بواسطي عقل وتصرفي كر مثلا تصرفك لمعاني كلية أبو يا تصرفك بواسطي عقل أبو شاكا بواسطة عقل وهم وبيكوبو تصرف كان يهم لمعاني جزئية وهم كل يجدابو شاكا بالي بالي هو من اشتباه خذ فلمك باش وهي إنما تسمى مفكرة بوشي بيال المفكرة في الحقيقة زمان بيال المفكرة إذا تصرفت بواسطة العقل زمانك بواسطة عقل تصرفك بشجر بأن كانت تصرفت في معاني كلية أو تصرفت
بواسطة العقل والوهم معا بيكم بعقل وبوهم بأن كان تصرفها في معان كلية وجزئية. وأما إن تصرفت بواسطة الوهم وحده هرب وهم بيه بأن كان تصرفها في معان جزئية أو بواسطة الخيال وحده بأن كان تصرفها في صور جزئية أو بواسطة الهما يعني عقل وخيال خصت باسم المتخيلة أو المتوهمة. هل أو قوي مفكرة أقل مثلا تصرفك بعقل ببيل مفكرة أقل تصرفك بخيال ببيل متخيلة أقل تصرفك بواهمة بقوي واهمة بيل متوهمة مثلا شركة أعوانا مصطلحا لشوني خيانا ممكن توش يعني. وهذه القوى باشا يعني أماني كوتما المفكرة أما كوتما في التجويف في الوسط من الدماغ يعني كوتما لتجويف وسطها لدماغه وليس فيه غيرها يعني أو تجويف وسطها جغل مفكرة هش تريد يعني بو إذ لم يذكر لها خزانة شوك خزانين بو أوداننا بل خزانتها خزائن القوى الأخرى والكو خزاني قوى مفكرة خزاني قوى كالترة مثلا صورة فتأخذ صورة من الخيال على خزاني واسفاديكر باشا صورة الخيال تحكم عليها بمعنى من المعاني التي في الحافظة بمعنى لو أنك لحافظة حكمك بس يبع عكس وتأخذ صورة أو شيء من الوهمي بوايا يعني فتأخذ صورة من الواهمة وتحكم عليها بمعنى من المعاني التي في الحافظة شن حافظة مخزن واهمة وتأخذ صورة من الخيال أمره دوبارة صورة الخيال وين أقرأ وحكم كابا سريع بمعناك كلي لو معانيك لخزاني عقلها يا بارحال هر يكيق لما أنا باب ويسي ولي كواتا آبا ما بو إيما در كوت كالباطنة حوت أمرها حو أمرك شيا القوة العاقلة وياك وخزانتها خزانة غيشيبو عقل فيازبو والوهمية يعني قوي وهمية وخزانتها خزانة غيشيبو خزانة وهمية حافظبو باشا أو تشوار تائرة والحس المشترك وخزانته حس مشترك خزانة غيشيبو خيالبو أما شش تائرة والمفكرة مفكرة ما خزانينية خزاني مخصوص أما حوت كواتا قوى وكو حواسي ظاهري بينجن حواسي خمسة دي حواسي باطني شن يكن حوتن بيويست أو حوتان بذاني وبهذه السبعة ينتظم أمر الإدراك يعني أو إدراكاني كأيما أيكن آبم حوتا منظمة بيودية دي جا لوي لباسي جامعة كمثلا جامع تقسيمك بو عقلي بو خيالي بو همي أو يوتوا ليريشا ببريك جيوازي وباسي خيالياتك يعني مثلا أعمال عبارتك الله ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحسي لكاتيك داك بشيك لمشبه مشبه به شتيكي وايا كنبا قوة عاقلة ونبا حسي مشترك قابلي درقنية كنبا حس نبا حسي مشترك قابل لدرجة أعني الحس الظاهرة كقسم الحس الظاهرة وكوشي مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات أرادتي إلى ذكر أن يجعل الحسية والعقلية ويستي أو حسي وعقلية كلو برباس ما اللي يكردبو كوما نزاني مثلا مشبه به أربع حس وعقل ذلك كرين ويانداني بحيث يشملانها بجوريك يوابك شاملي وهميات وخياليات وهميات وجدانيات جبين تسهيلا للضبط تاباش من بوزبك جا باشا أم آسان كاريا كبوزبد أكري بچي أكري بتقليل الأقسام بتقليل الأقسام فقال فرموي والمراد بالحسي باشا المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة منزول بحسي أعواب المدرك جاء خوي مدرك به يا مادكي مدرك به بيكي لحواسي بيجغانة باشا حواسي بيجغانة كما أعني البصرة والسمعة والشمة والذوق واللمسة ما دام كابو فدخل في الحسي بسبب زيادة قولنا أو مادته الخيالي
يعني خيالية كل شيء تناو حسي باشا باشا أو خيالية كأيام دل باسي ليه كان شيء وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس أجبريتيا لو معدومة يسنية يعني معدومة ولي أم معدومة فرض ما نكره فرض كريا كأما مجتمع لكم الاشتية كدانا دانا أوشتانا قابل يدرك بحس يعني أكريا مثلا إنسان لدر وبيبيني يعني مركبك معدومة يعني وا شو خيالي إنسان ولا نظر جلاوة كمثلا خوي معدومة كمركبة معدومة كوجودينية ولي أجزاكي هيا مثلا بالي مركبك معدوم كأجزاكي موجود بلا خارج ده مثلا باش أي باش بو بيان خيالي چونك أما صورة بو لكوني صوري أجزاء چونك صورتي جزء كاني لخيال الرسمي أن بستوه باشا جاء يكشد لواء ما بيويست بيجين إما قلت ما خيال شيء خيال خزاني حسي مشترك بو حسي مشترك شيء أكر صوري محسوساتي ور يعني صوري جزئياتي ور أقل الرجاء حواسي ظاهرية و وري أقلت دواء وتحويل خزاني خيالي كواتا خزاني خيال خيال شيء كا نجاهداري لصوري جزئياتك صور جزئية كالحسي مشتركي والقلتوة وحسي مشتركي لحواسي خمسة ظاهرة والقلتوة متواجبين؟ آلا وودي كواتا تماشاك إيسا أم مركبة معدومة كأما مركبك خيالية بلين أم مركبة خيالية خوي يعني خدي مركبك نية ولي أجزاكي هيا مثلا نوكو بلين يسا إن باغي تصورك أري إن هم آوي هي هم داري هي هم قولي هي أجزاكي بوا قشي أوان هي لخارجة بلا مركبة كنية مثلا وكو شعري أم شاعرة كعليه وكأن محمر الشقيقي إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد محمر شقيق شقيق أشياء جمعكي ولا بروزن شعر أين هل بجمعكي بكار بريبو مفرد وبوجع وبوجشتي شقائق شقائق قل خاش خاشة قل خاش خاشة لسنة وقل كسورة ولا لاسككي ساقكي سوزة باشا أوقت قل كاني پرپر ربي لسنة وق پرچة واهي وق پرچم أمش كوقت باسي ديماني لو قل سورانا أكا علي محمر شقيقاني شقيقي محمر واتخاش خاشي زور سور عليه إذا تصوب أو تصعد زمانك أو بالي لا داء نبر وخواردي أو تصعد لولا وباك وشكك هذا سيتو سرپا برو سرشيتو عليه شيء عليه أعلام ياقوتي عليه علم علم يعني برشم عليه علمي ساخت شده لا ياقوت ياقوت برده ولي علم ياقوتنو برد راو نوا بلاو كراو نوا بس الرماحك كومال ينزدا كنزكان لزبرجت كبردكي سوزا باشا آئسة مثلا يما پرچمك مخي ياقود بردا پرچمك من ببه پرچمك لا ياقود به باشا او وقت نزا آقا جلوه نزا پرچمك كنساريو نزا يك من ببه كلاسك كي سوزا لزبرجت بيك اوش بردك خو بردي زبرجت هيا لخارجة باشا ام جارا ياقوتي شيء لخارجه لولا اگر پرچمش بجيا حساوكي اوج هيا بلان كوكي كوي امانه مجموعي امانه ام مركبه معدومه لخارجانيه حالبي ولي برشيك برحسك به لا بر او اگر شيء ام معدومه اما معدومه مدرك بحزنيه ولي اجزاكي ما هنا بحس قابل ادراك محسوسه جات مشاكل والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة أو فدخل فيها في الحسي بسبب زيادة قولنا ومادته الخيالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحسي كما في قوله قول شعر وكأن محمر الشقيق هو من باب جرد قطيفة يعني إضافة جردك كرياب ولا قطيفك آخر جرد يعني كونو داوشاو قطيفة يعني بارشة
ليرشا محمركا كصفتي شقيقة إضافة من كريبا بلا شقيقك حالبي يعني إضافة صفة من بلا موصوف كريبا ليرشا ومن كريبا والشقيق شقيق شيا ورد أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال على قولك سورة لوسطي ناوغلكا عواكت مشاكي وسطك تختي بنكي آخر آوا تقريبا غوزالي بلين آوا هلاكوي يعني بدوران دورة أكو ليوان آو ليوان وايا تختي بنكي تماشاكا بس اليوم بنكي رشا تختك حالبي لك يا واروي إذا تصوباني مال إلى أسفله أو تصعداني مال إلى علوين أعلام ياقوت نشرنا على الرماح من زبرجد فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد قشتي محسوس لكن المركب الذي هذه الأمور مادته بلام أو مركبي كآم أمور أبن مادي أو ليس بمحسوس محسوسين لأنه ليس بموجود موجودين والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة وحس يجدرقناك مقر أو شيء كموجود بلا مادة حاضر عند المدرك حاضر بلاي هو مدركك لاي محسن يلا أو كسيك بوحس مدركك على هيئة مخصوصة لسر أو هيئتك هيئة بتايبة متواجبين؟ جاد يارا أما خيالي بالحسي كون والمراد بالعقل ما عدا ذلك باشا ما بستيش بعقلي هالأوان يبقوا عقلي دارك فيه بلكو ما عدا أو يواوتما يعني ما عدا حسي حسي أو أبو خوي يا ما دكي باشا ب حس دركري بيك اللي حاسي خمسة دركري أي عقليتي يا أويا نخوي نما دكي بحواسي خمسة درك نكري جا يا بعقل دركري يا وقتها يا بوهمة يا بوجدان وجدان بريتيا لو هي زانة مجموعي أو هي زانة متواجبين أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بأحد الحواس الخمس ظاهرة يعني أويا أو شتيك نخوي ونما دكي قابل درك نبي بوانا فدخل فيه الوهمي وهميشي أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه أو وهمي أو يكوا حس هج دخالتك تياني معه وكما وك صداقتي زيد وك عداوتي عمر ونيا يعني وهمي دركي جزئيات دركك ولي أو جزئياتك للرقي حسو درق نكري يعني جزئياتك دركك قوي واهمة كأو جزئيات بيكيك لحواسي خمسة قابل لدرك نبل متواجبين؟ درست يعني شي فدخل في الوهمي أي ما هو غير مدرك بها وهمي يعني أوشتي كوا مدرك بحواس أي بحث الحواس المذكورة ولكنه وبلام درست وهمي مثلا بحس درك ناكرية بلام لو أدريك لكان مدركا بها أقرشتك قابل لدرك بوايه بيكي لحواس درك كره وبهذا القيد يتميز عن العقلي باشا يعني عقلك أربع عقلك هيج وقت بحواس قابل لدرك مية ولي وهمي وايا أقر فرزا مثلا فرزي أو كين أما درك قابل لدرك به بحواس دركك لنا بعقل كما في قوله وكل قول أم شاعراء على شيء على أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة دي زرق أري ومسنونة زرق كأنياب أغوالي كسيك هالرشي لإمرأة القيس كردوا كبي كجي وأمانة مشرفي سيفة يكي ليلابة مشاريفة مشاريف اليمن منطقية بيرا المشاريف اليمن دوك ولا بلندي هاي جولان عربي مشار منطقية كك شمشيري اللي يدرس كراوة شمشيري كي شعب مو بشمشيري أو شنو مشرفي باشا على آية أم كجي لحالك والمشرفي ملاجعي لحالك شمشيري مشرفي كم ملاجعي منه يعني هم خابي منه لبناي منه أخوي وقت وقتي أخوهم شمشيري كم هالا بناما شاكم أو جاد نكتنها شمشيري ملاجعي من به بل كو مسنونة زرق مسنونان نيزة شاكا والنيزي زرق زرق يعني كواشي حالبي يعني أوي جرهم خابي منه أوي شم مسنونة زرقه كأنيابي أغوالي أو نتيجا علي دياني غول دياني ديوي متواجبين جاب ذلك بحركي شيا أيق
يقتو فعول أو أيقتو فعول لني ول لني والمش مفاعيل دي رفي فعول ملاجعي مفاعل ومسنونة يعني أما عطف بيته مثلا والمشرفي وسأل مشرفيك يعني ومسنون زرق أو يجب ملاجعي منه مسنو ومسنو فعول نتن زرق نتن زرق مفاعيل كأنيا فعول بأغوالي مفاعيل باشا إيسا أم بلاي شونا أي يقتلني ذلك الرجل الذي توعدني أي أو بياوك هالرشي لمن كردغا أم كجي والحال أن ملاجعي سيف منسوب إلى مشارفة وسهام محددة كواتا منزولي نيازانية منزولي تيرة لما اشتباه معنا من كردو بنيازة باشا مسنونة يعني تيشكراو وتيرغا ليكي تيشكراو محدودة النصالي كانوكا كان ينتيجة صافية صافي يعني معلوش دراون باكو كراون مجلوة باشا مجلوة يعني تواو اما ذكر يعني باك باك كراون جلوة يعني بيدراوة اوا وانياب الاغوالي اسا عليك انياب الاغوالي وايا وانياب الاغوالي مما لا يدرك لا يدرك الحس انياب اغوال شتيك وايا كحزر كناكا وشي لعدم تحققها شن انياب اغوال شتيني تحقق ببيتها مع انها بلا اقر بفرز مع أنها لو أدركت أجر أنيابي أغوال درك رياية لم تدرك إلا بحس البصري درك ندكرا إلا بحس بصر نبي ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة ومن شأنها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها باب يسيل ليوا أو ألبتل يشهد وعي عليه وما يدرك بالوجدان نيله خيال يكلا عليه فدخل فيه الوهمي وله عقلية كذا دي أمر عليه وما يدرك بالوجداني يعني أوجد داخله حاله ببرا داخله بكل دوايا بس لكن فيما قالي وباب بس موفق مشكلة.